Yok. Çalın. Ben kumanda. Ne var هواك هواك صدق على اللايف في الأسئلة أسئلة كتير خلي عينيك عن الجواز اتعب طيب انت ترجع في مجالي ماليش منافس علي شوي علي يا دوغ علي بالسماعة بص على الواتساب تعالوا بص طقم العظمه ده يلا بسرعه بص شوفوا الحلاوه بدورين اجدد حاجه نزلتها لمسه طقم ينفع شبكه هقول لكم سعره اخر اللايف فعلا لمسه بتعمل عظمه حلقه مش باينه شوفوا بقى الحلقه كمان حكايه حته ثانيه الحلقه بتاعه في حته ثانيه فعلا حته ثانيه خالص انت تاخدي الطقم ده مش عايزه حاجه ثانيه من الدنيا خلاص طيب ننقل على ده بقى يلا كل شويه خشوا مع الطقم هنا اهو تقولوا لهم اللي عليه المسابقه يلا بينا حب حب الناس مكسبنا اسلك اسلك معانا تكسبنا احنا محدش خيره علينا عشان زياده حسبنا طب استنى افرجهم الحروف العسل دي بصوا بقى الحروف دي شوفوا لي بقى العظمه دي اجدد حاجه نازله في لمسه بصوا بصوا بص الشيكة بتاعتها بص مثلا انا جبت حرف الاس عشان انت بتحب الاس انت بتحب الاس انا عارف بصوا ده شغله اولا رايق جدا مش تخيلوا سعره كمان شيك قوي السلسله بتاعته متينه قوي وتخيلوا بكام ب 1500 جنيه بس بس في لمسه بس في لمسه لا هو الحرف ده مش موجود غير في لمسه بالظبط بصوا بصوا الشياكه والاناقه
شوفوا الشياكة، بصوا الحرف عامل ازاي، وموجود منه بقى كل الحروف، كل الحروف موجود منه كل الحروف، الام والان والار وال والال وكل حاجه وكل حاجه. وريهم بصوا الكولي يجنن، لو بعدين كمان سعره يجنن، بس في لمسه، عظمه لمسه. ما احنا لمسه ليه؟ احنا بنعمل عظمه. على انا اول واحده اخد الكولي ده. يلا يلا يلا. بص طبعا بقيه الحروف، حرف الجي وحرف الاي والان. عايزين بس نقول للناس ان في مسابقه على الشير، في مسابقه على الشير. يلا يا جماعه نشير، احنا لسه بادئين اللايف ازاي، احنا خمس دقايق ازاي. ماشي فكر الناس. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه شير. ايه يا حبيبتي؟ عايزه اوريهم ان بصوا هو مش في كله طبعا. ماشي لو اه لا ده مش هو هو انت عايز تسيب دبل. اه في هنا كمان، في هنا، في ماشي ومش كله متهيألي. محمود احمد عايز حرف الام، حرف الام عين يا حودة، وفي حرف الكي وفي حرف الايه، في كل الحروف، في كل حاجه، والجي والاتش والاف والدي والاتش والاتش كمان حكايه. استنى اقول لكم الاتش على الرويده، الاتش على الرويده كمان. استنى ايوه كده، فوقوا معانا، فوقوا بقى بس كده واشتغل معايا. يا سلام بص الاتش بقى جاي الثانيه كمان. الاتش حركات جامده قوي. بص 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 شيك ازاي، جامد جدا. وبرده ب 1500. بصوا الكوليه ده كله ب 1500، والحرف على فكره كبير، بس يعني هتلاقي السلسله دي في الحقيقه زي التصوير، الحرف كبير ومرسوم كده في الرقبه، بس فلمس حلو قوي، عظمه لمسه. ايوه مسا مسا على الميديا، مسا مسا مستر محمود من اسكندريه. تعال نشوف بقى العظمه دي. بص العظمه دي كوبري دي قد ايه، ب 3500 جنيه بس في لمسه بس. بس بص 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 العرض ده بقى، عيشي معايا. بص عرض، بص عرضه، بص هو طبعا عريض من تحت كده وطالع في اضيق، في اصغر في اصغر في اصغر لحد ما بيمسك السلسله. حلوه قوي كلها كده، وشيك كمان الناس، الكلام ده اسمه في لمسه. رحمه بس عليك من اسكندريه. 3500 جنيه، عظمه لمسه. 3500 جنيه، لمسه لمسه لمسه. كم مره لمسه؟ كم مره لمسه؟ طيب بص بقى كمان من اللي كله برضو يعني عرض واحد 3500 برضه. بس محمد طارق بيمس عليك من المنصوره. مسا مسا ده كمان حلو قوي قوي. تعرفين محمد طارق خد مدير الشهر الشهر اللي فات؟ ايوه ما نزلنا الفيديو على الصفحه. بص 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 3500 عظمه لمسه، عظمه لمسه، عظمه لمسه، بس في لمسه، عظمه لمسه. لا في شويه حاجات يا جماعه يعني فيها رونق كده، فيها رونق واسعارها كمان تجنن. الناس بتقول الطقم ب 7100. لا لا 7100 اللي اشتغلوا بس معانا كده في تيكرو عشان نشوف بس مين اللي هيجيبه. طقم نشوف ده كمان، طقم سعره فين؟ وعايز اقول لكم الهديه بتاعته كوليه. ايوه الهديه بتاعت النهارده كوليه مش انتريال. بص كمان الجرومات ده، الجرومات ده في حته ثانيه. الجرومات ده من الجرومات اللي يبقى ثابت في رقبتك تلبسيه بقى مع كده. تلبسيه بقى مع سلسله، عايزه تضايقيه على رقبتك كلها تخليه هنا كده براحتك. سعره كام يا روي؟ مثلا 7 7 7 7 5 ولمسة بدون 3500. عظمة. ايه ده؟ عظمة. ايه ده؟ عظمة. ايه الجمال ده؟ شوف الحلاوة. وبص الكليات دي 500 جنيه، يعني انت تسيحي وتلبسي جنزير وتتشيكي وتتشيكي المهم وتعملي اللي انت عايزاه ب 3500 جنيه في لمسة. في الكلام ده غير في لمسة؟ لا طبعا، ما احنا لمسة احنا بنعمل عظمة. ترند محمود السيب بيقول لك اديني دهب اديني ماس، لمسه هي الاساس. 4500 جنيه اول ما نزلها مصر كانت لمسه. لا دي موضوع محمود بس عليك، بيقول لك ترند مصر الاول والكل يمشي عليه. دي شياكه، اناقه، رونق، دلع، يعني كل حاجه فيها الكوليه ده قوي بصراحه. استنوا العظمه لسه اتقلب، لسه اتقلب. احنا معاكم دايما بنلعب على استاذه ايمان راجل اللي بتقول ان هي قريبتي، طلعت قريبه مستر محمد طارق، وبتقول لك محمد طارق عظمه المنصوره، كل مرحله ولها رجالتها، ومستر محمد طارق الراجل المناسب في المكان المناسب. فعلا استاذ محمد طارق بجد 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 من الناس اللي اثبتت وجودها في شركه لمسه. بصوا يا جماعه الانسيال ده على راسي يا مستر محمود والله 2500 جنيه بس في لمسة. شوفوا العظمه. مستر محمود احمد بيمسي عليك من اسكندريه. شوفوا العظمه، هودا اسكندريه عامله عظمه، اسكندريه عامله عظمه.
3000 يورو بس فلانس خاطر. ممكن تلبسيهم مع بعض على فكره بحلوين قوي. مدير سي سي بيشجع في المدرج. انا ناوي انا ناوي لمسه دايما في العالي. العين حرص ب 5700 جنيه ناس بس في لمس يا ناس يا ناس يا ناس بس في لمس. وكل بتاع العظمه ب 12500 جنيه يا ناس يعني الطقم كله اهو ب 17500. عديتي خلاص في الكلام ده غير في لمسه؟ لا طبعا. امال احنا لمسه احنا ليه؟ احنا بنعمل عظمه بالظبط كده. طيب طيب اللي بيحب بقى الحاجات العريضه دي بقى خطوه دي بقى ليها عارفه كده مش عايزه تبقي كده 45000 ملكة متوجة. اهو مستر عبد الرحمن بيمس عليك من طنطا كوماندو. طنطا 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 ايه العظمة دي الغربية واللي منها ايه العظمة دي الكوليه كده واخد الرقبة كله رونق وفي رونق كده وشيكة ما وصفتش في مول زايد العظمة مول زايد العظمة كده جالنا من كل مسا من كل الفروع الا العباسية والتجمع. الله الله التجمع الله مش ده ده فرويد هيشتغل الناس ما تخشش عليه. لا كده لا 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 يا جدعان يا جدعان اشهدوا اشهدوا عشان النهارده اليوم مش هيعدي النهارده الفرويد بتاع اللايف التجمع ما دخلش لحد وقتنا هذا المفروض التجمع. تعالى تعالى انت بتحب الحاجات دي افتح يا صلاح بيقول لك لحد دلوقتي التجمع ما دخلش. لا لا هم داخلين ناس بس الصايده انت لا يا باشا ما دخلوش خش بسرعه بسرعه انا مش طوش. بصوا دي بقى دي شيك قوي احنا مالنا التجمع كله بص لبس بصصها شيك قوي تعمل قرمشين تعمل 34000 جنيه لانها كلها صب. لا سوري يا بنت خالي خالي منو دكتور خالي ايوه ناحيه بصوص وناحيه سيخ استنى بقى اهو حاضر يلا خش حلوة قوي الكلية ده قوي بس في لمس عظمة لمس بس في لمس. بقول لك طنطا عايزينك يوم يا كبير. طنطا جاي لكم ان شاء الله يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله. طيب بصوا بقى انا عايز اوريكم حاجه جميله قوي العظمه دي. بصوا بقى الكتيبه بص كتروا عظمته 10500 جنيه يجنن. وبعدين بصوا كمان السلسله بصوا من هنا عامله ازاي ومن هنا ومن هنا دبل. امال احنا لمسه احنا بنعمل عظمه. احمد بقول لك التجمع عظمه محمود احمد اه بقول لك محمود احمد اه احنا معانا محمود وعبد الرحمن وطارق والسيسي وهادي وشينا في الارض وشينا في الارض احنا شكلنا وحش اهو ابو يونس من التجمع من المنصوره. طارق بيقول لك التجمع بيمسي بالنيابه عن مستر صلاح. الله 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 محمود احمد بيقول لك مسا من اسكندريه باسم التجمع. الله الله اهو محمود عامل بيقول لك مسا من اسكندريه باسم التجمع العباسيه. العباسيه كمان مش في اللقطه. بص بص الشاشه دي بص البرزنتش دي ب 2300 جنيه بس في لمسه. شوفوا شوفوا البرزنتش العظمه دي تجنن. البرزنتش دي حلوه قوي شايفين؟ لا وجديده يعني شكل البرزنتش شكله جديد. بصوا هي كده كلها ساده والبرزاتش كده مات فظيعه شياكه قوي يا رويد حلوه قوي قوي. ناس بتقول لك الطقم ب 17000 جنيه شياكه قوي قوي قوي. لا يا استاذه هايدي مش ب 17500 ولا ب 17. لا مش كده مش كده استاذ محمود احنا شايفينك يا ولاء. ولاء بتمس عليك مستر ايمن من زي حبيبتي يا لولو. كل الناس دخلت كل الناس دخلت كل الناس دخلت الا تجمع. يا نهار ابيض ولا العباسيه ولا العباسيه. العباسيه طب العباسيه معذوره لكن التجمع ما عندوش عذر. طب ندافع عنك تاني ما عندوش عذر. بعته بقى بسرعه اقول له خش. استاذه ايمان عايزه تحجز الفريزاتش. عيني 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 يا استاذه ايمان. استنى بس انا هوريكوا دبل عظمه دلوقتي. بيقول لك الطقم ب 10500 كتير كتير بايتها.
بص 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 الحلاوه الواحده هي ممكن تتباع فردانيه على فكره. الواحده تعمل 2500 جنيه يعني ممكن نلبس الواحده بس يعني وريهم واحده بس يعني كده. انا بس عايزك تركبي الطقم بتاع التوقع عشان نوريه لهم كل شويه. حاضر نوريهم. انا الواحده عشان هو في حد بيقول لك التوقع عليا عشان لسه داخله. لو عايزاهم الثلاثه عايزه مثلا الاثنين ماشي عايزه الثلاثه ماشي اهو. بس الثلاثه مع بعض شيك قوي على فكره. انت معاك خليت لي الكون شكل وطعم ومعنى ولون. اه يا 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 مليون بحبك. فاكر الفيديو الاغنيه دي؟ اه التوقع على اول ما غنت شيرين اول اغنيه شيرين متهيألي اول اغنيه لشيرين مع بقيتها مع محمد معايا الاغنيه دي. اه هي دي اغنيه انا معمول اول اغنيه شيرين كان شريط تامر وشيرين. لا 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 ابدا الاغنيه دي قبل تامر وشيرين. والله زي تامر معايا قبل تامر وشيرين. تامر وشوقيه ده كان ستاند اب كوميدي. فاكرين تامر وشوقيه؟ ست كوم ده مش تبعكم يعني؟ لا مش تبع اسكندريه بتمثل بتقول لك الطقم ب 6700 اتش ان اتش ام ايهاب ب 9400. لا استاذه هاله ب 1700 الطقم ده ب 1700. طب يا استاذه هاله ينفع؟ طب ده يرضي ربنا يعني احنا لابسه بس مش للدرجات مش الدرجات مش صح مش صح رحمه. انا فاكر اديني اله. هات الاله دي. ايوه الاله ده ما يكتب لك. فاكر؟ اه ايوه قول لي صح ولا غلط. بص طب ده يا جماعه حكايه تحفه تحفه. اه ده اللي عليه المسابقه. ايوه مظبوط صح ده اللي عليه المسابقه. طب يلا نكمل شغلنا. امسك يلا يا حوده جاهز. انا تعال نشوف بقى دي الحروف الجديده الايطالي وجميل برضه الدلعي الحرف ايه ده انجون تحفه تحفه. انا عمال ابص على الساعه عشان جميل. بص انت عارف جميل الحرف يا استاذ شيماء بتقول لك صح مستر ايمن صح دي اول اغنيه لشيرين. ايوه بص انت عارف ان ديت محمود على قد ما هو بسيطه بس كلها شياكه. جميل انت عارف ما فيهاش شغل قوي ما النقش بتاعها حلو شياكه قوي والحروف ناعمه مصنفره مش هتجرح. بص للتفاصيل دي ايطالي تفاصيل يا ريس برضه خلي بالك احنا الذهب بالنسبه لي تفاصيل. بص كده دي ما تجرحش. طبعا احنا مش جايين حرف الاس عشان رودي خديته غلط. انت خدت حرف الاس يا رودي؟ لا لا موجود حرف الاس موجود فيه. اه خد اهو اهو يا باشا كمل. هو ما دخلش اللايف يا باشا كمل التشكيل يعني هو عشان ما دخلش اللايف انا مش عارف الحروف دي ممكن تعمل لكم من حوالي من 1400 لحد 1700 يا قلبه يا قلبه القاعد. بص الشياكه تحفه يا كسفنا يا كسفنا البيت وشاف الارض توريني حد بقى له حركه ولا حد يقول حد حد يلحق. بص مش عارف حد. بص يا اسلام هات لهم كده الحروف من قريب عامله ازاي. بص تحفه يا محمود اف اس ال ام ان او بي كيو كل موضوع. ايه بتقول لك الحروف القمر دي جميل جدا. شوف القمر 1100 جنيه كفايه شعرك بقى عشان اشوف 1100 جنيه بس في لمسه الشياكه والاناقه والدلع والرونق والرقه. الحلقان دي تاني تقدري تلبسيها في اي وقت تنامي بيها تخرجي بيها كل يوم يعني حتى لو سواريكي مش معاكي حلقان سواريكي. ايوه حلوه قوي وب 1100 جنيه. استاذه هبه النمر بتقول لك الطقم 10500. لا لسه لسه. استاذه اسماء بتقول لك ب 8000. لا وانت بالذات لا. بص الحلقه العظيمه شوف الشياكه دي. بص الحلقه دي شياكه. بص اقسم بالله الحلقه ده كله ب 2200 جنيه. اقسم بالله ب 2200 جنيه كله اهو. ثانيه بنت بنت اختي خالد انا باخدها عظمه 2500 عظمه ورونك وشياكه بس في لمسه عظمه لمسه بس في لمسه حركات لمسه لمسه عظمه عظمه. جميل قوي كتير ده حته ثانيه. اه حته ثانيه خالص 3000 جنيه 3000 جنيه. مستر محمود احمد عمال يمسي علينا باسم التجمع والعباسيه. حبيبي وصلك الشغل يا حوده. استاذه ميرفت بتقول لك مستر صلاح اكيد مشغول بس معانا بقلبه يا رودي. ايوه ايوه قول لهم قول لهم النبي. استاذه نيلي بتسال حرب. لا والله لا بقلبه انا حاسه بيه بقى مرت ايه. طيب بقى مرتي لو كان قلبه بيحس كان تاخر الوقت. لا لا هو يخش دلوقتي. احنا معانا استاذه حوريه فرغالي النجمه حوريه فرغالي معانا على اللايف وبتمسي عليك. مسا 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 مسا.
فنانتنا الجميلة منورة الدنيا. أستاذة ولاء بتقول له يا مستر صلاح سلم على الشهداء اللي معاك. خلاص كده. شوف الحلقة. بصوا العظمة. الحلقة ده يجنن. 3000 جنيه. بنعمل إيه؟ وب 3000 جنيه. كل الحلقة ده ب 3000 جنيه. اللي يجنن أكتر يا رويدة إيه؟ العظمة. استاذة نيلي بتقول حرف ال ان بكام لوحده وبالسلسله بكام لو سمحت. هو على بعضه من 1300 لحد 1500 وفي 1100. بس هي على بعضها. هو على بعضها. بصي يا كوكي اسمها ايه؟ نيلي. نيلي استاذة نيلي. من مين كوكي دي انت؟ ما اعرفش بقى تلاقي خالتك حد ما دي يقرب لك مش قرب لك العظمه ده. بصوا الجرومات وحلاوته. الجرومات يا جماعه فظيع. لمس. ما فيش مقارنه. لمس. عظمه عظمه. 6000 جنيه بس في لمس. خطير. بس في لمس. طب تعال بقى نشوف الحلقان. استاذه مريم بتقول لك يا جماعه كفايه غلاسه على البنت بقى حرام عليكم. بص بقى تبقى ذنبنا هو ما دخلش. مش حرام على اللحمه. حرام على اللحمه حتى دمنا. دمنا حد ما يخشش. بص الشمع صح؟ بص الشاميه. اه 900 جنيه. عظمه. حلق ب 900 جنيه. اتسيختي ولبستي حلق وعملت كل حاجه ب 900 جنيه. لو حلق شيك كمان مش اي حلق سيبك انت. بص حلو قوي قوي قوي. في منه اشكال كتير. بس في حرف الاو مش كل الحروف. في منه اشكال كتير قوي. طيب دي اشكاله اهو. اشكاله اهو كلها. نلبس ونلبس. هتلبس كل الاشكال دي؟ نلبس كام شكل كده نوري الناس؟ احنا هنكروتهم؟ لا يعني كروت الشغل؟ انا اقدر كل ده عشان التجمع ما دخلش؟ اقدر التجمع بيتكسر ولا ايه؟ كان في ناس عندي على السلاسل الفاضيه جبنا لكم السلاسل الفاضيه تحف اهي. السلاسل الفاضيه دي بقى اللي عندها تعليقه سلسلتك الفاضيه معانا اهي. السلاسل الفاضيه البسبارك دي متوسط اسعارها تلاقوا من 2000 ونص لحد 15 و20000. بصوا التخانات بتاعتها احجام اهي. واحد اثنين تلاتة وفي منها الالوان تحفه. خش على الحلقه التحفه شوفوا العظمه ده. بص الحلقه ايه حلو ازاي ثبت ده شجره دي اهو. دي صح في اشكال دي شجره دي عامله كام؟ حوالي كام؟ لا 900 جنيه والله تحفه. 900 جنيه بس فلوس. تعالى اوريك بقى. احنا بس عايزين نعلي صوتنا شويه ماشي. نجيب مايك فانكليف ونعلي بقى. علي بقى كده عايزين نجلجل زي زمان عشان الصوت واطي. ناس بتسال الاسعار اللي بتتقال شامله الدمغه والمصنعيه. طبعا بس الاسعار تقريبيه. الاسعار تقريبيه. احنا ليه بنقول الاسعار؟ عشان وانت جايه تبقى عارفه حدودك قد ايه. بس دي برضه تزودي 500 جنيه زياده 500 جنيه ناقصين الحاجات الخفايف. زودي 50 جنيه زياده 50 جنيه ناقصه كده يعني. مثلا تقريبا تقريبي كام؟ لان انا لو مسكت قلم وزدت لكم قطعه قطعه بيبقى صعب. ويا ريت كده ساعه راي محمود الوزن بيختلف يعني. مثلا اهو دي مثلا جرام 69 اهي. اهو اديكم مثلا. مثلا نيجي اللي بعدها جرام 74 اهي. شفتوا اللي بعدها نفس الشكل. ويا جماعه الملي الواحد بيفرق في سعر الذهب. عشان ده ام حبيبه عايزه واحده. يلا يا ام حبيبه استنى اوريكم كله على بعض يا جماعه. بعد اذنك هاخدها في الكيلو ده البنك اللي عايزه او معايا. بص شياكه. واول مره في لمسه. السعر ده في لمسه بس. وكل حاجه في لمسه بترجع بس. البنك ليه معروف ان هو تقيل. بس الراجل الحلقان دي موجوده في طنطا المدلدله دي. ب 1500 و 1700 سياكة. اقسم بالله شياكه الشياكه كل الالوان ولابسه براند عالمي. لو جبتيه من قلب براند لان ده الايطالي. الايطالي بيبقى الاوريجينال ده. اقسم بالله انا شفته في الفرع نفسه. اقسم بالله العظيم لو قلت لكم مش هتصدقوا. دي تعمل حوالي 25000 جنيه مصري ب 1200 يورو. ب 1200 يورو بيبقى براند بالظبط. الازرق الازرق الازرق. تعال هنا في واحد ازرق. الازرق معلش الازرق. الازرق انت ضيعته ولا ايه؟ والله لسه طالع يا راجل. هو الكيس ده اهو كحلي. تقصد الكحلي؟ كحلي ازرق. حلوين قوي كمان. بتفتكروا سامعين ازاي؟ يجننوا في الحقيقه كمان احلى. طب السعر دول ايه؟ الشمس دول السعر من 1500 ل 2000. الوانهم في حته ثانيه. بصوا من 1500 ل 2000. بص ونازل منه بس لسه ما جاش. الاصغر شويه هيعمل في حدود 1000 مثلا. 1100 حلو قوي قوي. بص شيك قوي كل الالوان. عظمه لمس بس في لمس. حلاوه لمس.
بس في لمسه. عظمة. والله لمسه بتعمل عظمة. عظمة. والله جميل. والله شيكه. وبس في لمسه ومش موجود غير في لمسه. والله. وسعره 1500 1700 اقصى حاجه فيه 2000. والبنك ليه بس انا معرفه يعني غالي بيبقى برقم وبيبقى في ايد رولا ما بيبطلش من الذين عمال كل ما طلع ترند قوي الايام دي كل ما ده ما بيحلوا اكتر الايام دي طلع ترند جامد قوي كل اللي بشوفهم لابسين مستنيينكم فروعنا كلها كل فروعنا مليانه الشغل ده طيب اخواننا المسيحيين طب لكم جميل اخواننا المسيحيين السبح بتاعتهم اللي بيحبوها قوي اهي السبح دي رجالي وحريمي يا جماعه السبح دي رجالي وحريمي السبح دي رجاله عريمي عندنا التخانات كلها بتاعتها من اول الثلاثة جرام لحد اللي 55 جرام بس في لبس عظم في بقى عندنا حاجة جديدة عايزين نوريها عجبة الوقت ده قوي بص الشياكة دي بص عارفين جديدة كده ومختلفة لا وعليها يعني فرعون عليها الجعران ده انتوا عارفين ان الجعران ده بيقولوا بيجيب والله 10000 جنيه كلها كده يا ريت ايوه هي شبان عند رودي شبان خد بقى زي ما عملنا مع سبعه بصوا 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 الجمال بصوا الشيك وطويله جدا على فكره وفي منها النفرتيتي باين وفي منها عين حورس وفي منها عين حورس وده ازرق وده شكل ازرق روايه ده ممكن بكره توريها لك بيجي تاني الحلقه اللي ب 400 جنيه الكوين رجع تاني بقوه في كل فروع لمسه بس في كل فروع لمسه الحلقه الكوين ب 400 جنيه الحلقه الكوين ب 500 جنيه معلش الحلقه الكوين ب 500 يعني بص هو من 400 ل 500 عشان اللي زي ما قلت لكم الوزن بيفرق الناس بتسال الشغل ده كله ايطالي 9500 جنيه 9500 عظمه دلع عظمه دلع يعني يا لوزه يا سمك على السكوزه ده مصري بس السلاسل اللي وراها لكم محمود مصري الباقي كله ايطالي احنا المصري عندنا بنكتب عليه مصري والايطالي ايطالي بيتكتب عليه كل حاجه ماشي يعني الطقم ده اهو طقم شيك جدا 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 ده طقم ايطالي حلو قوي طب سعره كام؟ عظمه الكولي ب 3000 الحلق ب 1500 والانسيال ب 2000 جنيه والخاتم بحوالي 1000 يعني ما يكملش 5000 جنيه طقم كامل اهو شبكه يا ستي ومعاه دبله 5 6000 جنيه عدلتي اتعشت واتجوزنا واتدلعنا بنحبه وخدنا اللي بنحبه ايوه احنا اللي بنحبه وما دخلش اللايف بتاعنا انا والله عارف انت كده شرقه البنت بص بقى الكوليه العظمه بص الطقم بص الحمصات بقى العظمه بص الطقم الحمصات ده يا جماعه بيسالوا في كوليات محجبات؟ في طبعا وانا ممكن دلوقتي بص الانتيك بالحلقه بالختم كمان اهو بص حط الختم كده عندك مثلا الحلقه حد يشتري قلب طب حد عايز يتحب دي فرصه ببلاش ما استفتحناش انا اجمل قلب في مصر قلبي ما فيش زي حنان بص الطقم الحلقه 2500 الخاتم 2500 ب 5 الانسيال ب 3 يبقى 8 والكوليه والكوليب 6 يبقى ب 14000 جنيه طقم كله طقم كله ب 14000 ب 14000 والخواتم العقله اهي في ايد رودي اهو اهو فين الطقم الثاني اهو الطقم اللي عليه التوقع اهو 900 جنيه الواحد والعريض ب 1000 بصوا في لمسه يعني 900 ل 1000 ل 1150 كده يعني ما بيعديش اكتر من كده انت معاك خليت لي الكون شكل وطعم ومعنى ولون سنة بس سألت لكم السلسلة خد وقت وريهم تاني طب الطعم تاني يا رودي
ماشي ورينا دول. بصوا الاساور دي، الاساور دي حلوه قوي 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 جنب الساعه. بقى اسعارهم شوفي يعني السعر ده العظمه دي ب 2200. ايوه 2200 بس في لمسه. بصوا فيها حمصات قد ايه، شايفين حلوه قوي قوي دي، وكمان الحمصات بتاعتها كده بتلمع قوي. في كمان دي برضو في حدود ال 2200 او 2300، 2200 او 2300، لان دي كلها حمصات ده بتمشي رجالي وبتمشي حريمي. بصوا بقى كل ده عظمه العظمه، شوف الحلاوه. 10000 جنيه بس، ما كانش الطعم ب 11000 جنيه. لا مش ب 11000. باينه؟ لا باينه باينه باينه. لا مش باينه. بص 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 اللقطه دي، بص بص اللقطه دي. استاذه خوخه خوخه مش عارف دي قريبه خلود ولا مامتها ولا حاجه. والله هي تقريبا دي قريبه تقرب لخلود. هي حاطه صوره حد شبهها، بتقول لك كفايه بقى كده على رودي بدل ما اجي لكم. ايوه ايوه حبيبي. لا مش علينا والله، احنا عملنا كده، احنا غلابه. البنوته الكيوت تحياتي، واه واجي قريب لعندكم، واتمنى تفتحوا فرع في شرم الشيخ ان شاء الله قريب قوي. ان شاء الله شرم الشيخ الايام اللي جايه مع الريس هتبقى في حته ثانيه ان شاء الله. بصوا كمان الكف ده معلش، الكف الجرومات السبحه شغل اهو. الكف ده سبحه يعتبر، كف سبحه مع الجرومات والكف. بصوا عين وخمسه فظيع الكف ده. الكف ده يعمل حوالي كام؟ يعمل حوالي 20000 جنيه. يجنن. بصوا الايد كلها مع الجرومات مع الشياكه. الانسيال بتاعه جرومات جامد. الاسوار المسمار الاوريجينال بالمفك بتاعها، المفك ايديه باللمسه، بنفتح من هنا اهو بالمفك اهو. جامده قوي اصلا حركه المفك دي، جامده قوي. ايوه استاذه امين بتقول لك مستر ايمن ومستر اسلام ورودي بينجحوا اي لايف حبيبي. الثلاثي زي العسل، ربنا يكرمك يا رب. وبكام بقى؟ انتوا عارفين الاوريجينال بتاعتها كانت بتعمل حوالي 21000، اللي هي التقيله كانت بتبقى صبي يا رويد. عملوا منها نفس الكلام، وهي بص خش كده اهو، اسم الشركه، ختم الشركه بتاع الكارتير، يعني دي الاوريجينال 100%. عامله كام؟ عامله حوالي 12000 جنيه بس في لمسه بالمفك، واللمسه هتديكوا المفك دي في كده؟ لا لا لا. انت شفتوا الصوره بالمفك؟ لا اهو لمسه بس اهو اهو. دي امانه، دي مش عارف يسرقها من ايدك، مقفوله. لا مقفوله بالمفك، لازم المفك اهو. خش بالمفك تاني اهو، نفتح من هنا اهو، تطلع معانا، نقفل بعد كده المفك. ادي اربط اربط، شكرا. وقعت يوم وامبارح غير دلوقتي. لا تجيبها من الاغنيه عشان بحبها، معلش. ايه بقى الناس عايزه تفرق في مرسى مطروح؟ مرسى مطروح ان شاء الله قريب برضه باذن الله. فعلا محتاجين. هنا قررت بعد ما فكرت امشي على الصف، واعرف ده لما ان اللي تفكر في اسمك كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عصابي كبير، واللي زمان ضحكوا عليك سخون دلوقتي بيدانك سخون، ضحكوا عليك يخسروا سر. انا ابن الغصب، انا ضد الكسب، وانا رافع راسي كمان لفوق طول العمر. انا ابن الغصب، قلبي نس، مقدرش اعيش ابدا يوم غير ولا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقه بالنفس ومناعة بالدنيا. أنا ابن مصر، أنا هد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفور طول العمر. أنا ابن مصر، ابن مصر، قلبي نسر، مقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. الناس بتقول لك حضرتك شبه الفنان أحمد سلامة قوي، صدقني فعلا هو شبهه قوي. فاكر فيلم المولد؟
اللي كان مع عادل امام. ايوه عارف طبعا. فعلا لو شبه. طيب تعالوا بقى نقول لكم ساعه طقم يا باشا. انت مش شاور عليه. مين اللي جاوب عليه؟ اهو يا باشا وبالاثبات بالصوره بالفيديو بكل حاجه. مين؟ وريني. اوعى تكون قريت. لا يا باشا مش قريت. 7500 لمسه. عظمه. 7500 عظمه. عظمه. الشياكه لمسه. الأهرام لمسه. الرونق لمسه. في متناول الجميع. استاذه داليا ابو زيد. مبروك يا استاذة داليا وبرضو الادمن يراجع. ماشي اهو بص هو بالفيديو اقرب حد. اول حد جاوب على الفيديو. مبروك عليك يا عمر. الف مبروك واستنونا بكره في لايف تاني ان شاء الله عظمة العظمة. صباحه على الف خير يا احلى عملاء. بص انا كده جايب لهم الفيديو من اوله اهي هي اول حد كتب 7500 جنيه. يلا مبروك عليك. الف مبروك يا استاذة داليا.